في يعني توجه ما. اليوم الاتفاقية سي ان اكور كادر ولكن كي نوز انجاج كلكو بار ا موبيليزي دو لا ريسورس ا ترافير نو مومبر. نبداو بلي مومبر بيان سور دو لا ريجيون دوران دو لويست اي بيان سور نروحو لكل الولايات. اليوم حنا تكلمنا على هذا الحدث الرياضي الوطني، ماناش نتكلموا على حدث يعني جهوي. مسؤوليتنا اليوم انه نتجندوا، وحنا لدينا الشرف انه نكونوا منظمه ارباب العمل الاولى اللي دارت الاتفاق، وان شاء الله تفتح الباب لتجند باقي التكتلات وباقي المنظمات. ولكن حنا قبل ما هذا كنا متجندين، تكلمت على الاعضاء اللي تجندوا قبل، جزائريين، شركات دوليه، شركات يعني صغيره ومتوسطه، ولكن الصيغه نوعا ما سوف نعمل يد في يد مع يعني لو سي جي ام باش ان شاء الله نلقاو احسن صيغه وفي اسرع وقت، باسكو اليوم مساله الوقت راهي لهنا. نحن نتكلموا على ما يقارب شهر، اقل من شهر ونص، من 41 يوم 44 يوم عفوا علي يعني لو جور جي. لازم التجند، ولكن الصيغه نشوفوا المتعاملين الصندين متجندين، وراح نجندوا اكثر من طريقه ابتداء من هذا اليوم. قلنا بادين مع لا كوميونيتي ايكونوميك لا ريجيون دو لويست كي سون نومبروز، كي سون تري نومبرو يعني المتعاملين، ورايحين نمشيو الى كل الشركات. انا شخصيا رايح نكون في الولايات، وراح نمشي للقاء المتعاملين الاقتصاديين، وكل مره رايحين نوعا ما اون فالي سونسيبيليزي سور لامبورتونس دو سو موبيليزي. حنا هذه المسؤوليه تاعنا اليوم، المسؤوليه تاعنا هنا، وان شاء الله كل ما قررنا مره اخرى ماشيين لصالح المجتمع وصالح الوطن، وكل ما مشينا كنا ناجحين ان شاء الله، وراح ننجحوا اكثر في هذه المهمه ان شاء الله. ربي يقدرنا ان شاء الله.